السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا النهار غادي نقدم لكم كيفية تحضير شباكية بسيطة وسهلة اللي ما غاديش تعذبكم إن شاء الله، ولا يدخل علينا برمضان إن شاء الله بالصحة والبركة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندير لكم شباكية. عندي 600 غرام ديال الطحين، عندي شوية النافع، عندي كاس ديال الجنجلان، عندي 50 غرام ديال الزبدة، وعندي شوية الخمارة، وغادي نضيف لهم إن شاء الله معلقة ديال الملحة، القرفة والخرقوم. كي قلت لكم هاي الخمارة اللي حطيتها دابا، عندي كاس ديال الزيت ها هو، وعندي كاس ديال الخل ها هو كما كتشوفوا. دابا غادي نبسس كلشي مزيان ونتلاقى معاكم. ها هو بسست العناصر كلها مزيان ما بين يديا. من بعد غادي دابا نخلطها ان شاء الله بشويه الماء زهر والماء. الماء زهر كما قلت لكم عندي 50 مللتر ديال الماء زهر، غادي نخلطها مع هاد العناصر والماء يكون شويه دافي وندلكها مزيان 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 مزيان. ها هي البنات العجينه ديالتي عجنتها كما كتشوفوا، عجنتها ودلكتها مزيان مزيان كما وريت لكم. ها هي معجونه، دابا نخليها شويه ترتاح، نجمع الماء ديالي الكيسان وهادشي نديرهم في نغسلهم ونرجع عندها نوريكم كي غندير لها. ها هو كما وريت لكم دابا راني قرصت العجينه كما كتشوفوا، وغادي ان شاء الله بحول الله نورقها وغادي نوريكم الطريقه كيفاش ندير لها. هو دابا انا كنورق العجينه، كنورقها شويه، اللي عنده الوراقه يورق به. انا هنا عندي مشط عندي قليل ما بغاش نجبدها. غادي تورقيها شويه تخليها ترتاح، عاد ترجعي لها كل الاخرى ديك الاولى ارتاحت وترجعي عاوتاني عندها تعاودي لها الطوراق باش تطلع زينه. الطريقة شوف ونقلبو بهاد الطريقة ونجبدوها، فيها ما كيتجبد، فيها ما يتجبد. من بعد نلويو بهاد الطريقة هادي. أول حاجة باش تجيكم العجينة زينة، من الأحسن أنكم تنقصو فيها شوية من هنا هنايا باش متجيش معدلة، يجيش فيها بزاف تاع العجينة. وحتى ملي تشوفو طيبوها خاصكم ديرو لاخر الاحتياطي ديالكم هاد البلاصه خاصها طيب مزيان، خاصها يدخل هاد الطياب ما تبقاش فيها العجينه خضراء. هاي كان شتي وتنوضي تقلعي لها هاد العجينه اللي باقيه هنا. طريقة سهلة هانتي بنفس الطريقة هكا. العجينة شتو راه ما فيهاش الخمارة وها طلقات. تهزي الجهة الأولى، تهزيها للجهة الثانية، وعاوتاني مرة هكا هكا، وتجبدي العجينة كي قلت لك، ودكلي هاد الشايط اللي هنايا كي قلت لك. هاكا بدات جبتيها شويه، غادي تلويها تلوي وانت تحاولي تحلي دوك سميتهم دوك الخطوط هانتي هاكا. ضغطي
تضغطي مزيان ديك العجينه باش ما تبقاش، تضغطي مزيان باش ما تجيش معكزه هنايا باش تطيب. وهي غادي تزيد تحل في الزيت، وانتي تحاولي من شي تحطيها في المقله حاولي عاد تحطيها بالجهه اللي بلعتيها، تشد راسها عاد تهوديها في الزيت باش ما تحلكش. هانتي ها هالمره الاولى، شوف شحال ما درتي فيها، يا 10 يا 9 يا 8، فهمتي؟ باش يجيو فيها بزاف الخطوط بهذه الطريقه. هذه انا وريت لكم دابا، شتي؟ وتي تحلي لقاش غادي تتحل العجينه، وتلوي المره الاول تقلعي هاد العجين اللي كيكون هنايا زايد بزاف، كيكون تكون العجينه زايده على بزاف، تحاولي تقلعيها تنقصيها شويه، شتي؟ باش ملي كتكون طبقه على طبقه غادي تغلاض العجينه. هانت شتي هكا، من بعدها هكا حليها، من بعد لوي العجينه المره الاولى هكا، واجي وديريها. شوف راه كتبان لك العجينه هنايا، كتكون العجينه هنا غليظه غير في هاد البلاصه هادي، فهمتي؟ غادي غادي تحل، ولكن في هاد البلاصه هادي حاولي تنقصي العجينه، فهمتي؟ تقولي لي راكي كتكرري الهضره، ولكن باش ما تنجح لكم لاغوسات بهذه الطريقه هذه. ها هو البنات، انا هزيت العجينه دابا نعاود لها ورقها مزيان، خاصها تكون رقيقه، وما تنساوش راه ما فيهاش الخمانه ديال العجينه، راه فيها غير خمانه تاع الكاطو، يعني ما تخافوش من العجينه. تورق مزيان، انا بعدا كتعجبني مين كتجي رقيقه ما تجيش غليظه. هانتو هانتوما، شو رقيقة العجينة، هو دابا من بعد ما ورقتها غادي دابا نديرها بجرارة. ديري شحال ما قديتي، يا 7 يا 8 يا 10، شوفوا العجينه راه فيها عاد ما يتشبت، شوف العجينه راه فيها ما يتشبت عاد، شتي العجينه فيها ما يتشبت، يعني دير لها هاك ورجعي هاد الجهه هادي هاك، وجبدي هاكا مزيان هاكا، ولويها بهذه الطريقه، ويجي هنا وعقديها هكا، ها نسقيها هكا، شوف هكا، وهادشي راه غادي هادشي غادي تقلعيه بالجرارة. باش ما تجيش هنا في هاد البلاصه معبزه، ومن غادي تقليها تقلا مزيان في هاد البلاصه باش ما تجيش كش معبزه بهاد الطريقه هادي. هو دابا انا كنعسلها من بعد ما طيبتها في الزيت، دابا هاني طيبتها في الزيت، دابا هكا تعسل، وخا على الطيط الاخرى كطي في بلاصتها، كتشوفوا كيما كتشوفوا كندير عليها الزيت باش الزيت من الفوق. المهم الثياب ديالها ثياب ديال الشباكيه، ايوا شتا هي هذه ساهله على الشباكيه في الطوره في الشباك دغيا. بعد هذه ما تعسل لي مزيان ان شاء الله بحول الله، غادي ان شاء الله نديرها في جنجلان هنايا،
هانتوما كي طلعت الحلوه ديالتي معسله وداخلها العسل تبارك الله مخيره وسهله، ما فيهاش العذاب ديال الشباك كاع، دغيا طلعيها. ها وغادي نحل لكم وحده تشوفوها. ها استنى